شغلنا بقى نشوف بقى ارقام مباراه الجزائر وكوت ديفوار، نشوف الارقام عامله ازاي. هيكون معانا في الفقره الاولى النجم الكبير بركات ملك الحركات اللي منورنا ومشرفنا، ونجمنا الكبير اللي هنحتفل بيه النهارده ان شاء الله الاسطوره رابح ماجر. كوت ديفوار طبعا النتيجه النهائيه 4-3 بضربات الجزاء بعد تعادل 1-1، تسديدات 12، تسديدات 19، مخالفات 25، 33 وتسلل 1، بطاقات صفراء 5 و2 وبطاقات حمراء 1 للجزائر. نسبة الاستحواذ 43 و57. تمام، ده رجل المباراة، ده جهو، ده طبعا النهاردة عمل شغل عالي قوي. حارس المرمى ده خلي بالكوا حارس مرمى مازيمبي الكونغولي، يعني احنا عارفينه كويس قوي قوي من حراس المرمى الكبار جدا جدا، بيلعب طبعا لعب 120 دقيقة النهاردة، وهو كان من أسباب وصول كوت ديفوار إلى ضربات الجزاء.